right. رجعنا في hunt shut down. الاساسن خلينا اروح والله ما ادري اقعد في الاساسن هنا ولا هنا اقعد اجمع نقاط ايش اسمه اجمع كلوز. انا في اوروبا على ما اعتقد إيه سيرفرات اوروبا هي الكويسة. طيب قدامي هناك على طول في كلو باقية هنا ممكن اخذ الكلو ممكن ادخل خلاص هنا على طول عشان فينو إيه الدبة هناك 93 يا حبيبي بس لسه برستيج الاول. ايش كان اسمه ايوه البوتشر شكله هناك. جميل يمين على طول في ناس نحاول نقتلهم. شكله في شخصين مع بعض. حل هذاك اوه دحين حموت دائما احس نفسي امشي في اماكن مفتوحه كده. جدك بس مع كلاب مو هنا نروح ايست اذا في غراب سمعت غراب في ناس على ساوث ايست اذا جدك ورطوني في ابو نار كمان هناك احس ان نفسي منحشك. هذول البلايرز عارفين اني انا هنا خليني بس ادخل جوة مباني وراح اكون يعني نوعا ما كويس. هنا في كلاب ليش شو الماب هذا اللعبة مليانة كلاب شو ذاك؟
اها لا تشوفوني لو سمحتوا. تخيلوا يلاحظوني دحين انا وراهم. فين راحوا هذولي؟ من جد فين راحوا هذولي؟ راحوا قدام؟ اوب قفل قفل، فتحت ستيم بالغلط. خلاص خليني اروح للدبه. هم ناس مسالمين، هم ناس كويسين، خليهم. انا بس مره عندي رحمه، مره انسان متراحم قصدي. ايه كويس ما اتضاربت مع احد يعني الا الوحوش، بس يعني كذا لعبوا مسالمة. هذه مرة لعبوا مسالمة. في هذه حقت الحشرات. في واحدين جوا تسي، احتمال هنا هم هو الدبة.
أعوذ بالله فجاني. رائع، في كلاب. بهدلت الدنيا. ايش صار لصاحبك؟ هذا انت اللي ضربته في واحد تاني المفروض. مات مات اهو هنا. وراي الدب ده عشر ساعات ريلود طبعا. في ناس زيادة ماتوا هنا. يجري عليهم. زعل 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 الدب. دب حاولت. طيب كم شخص جوا هنا؟ ميتين. ثلاثة على ما اعتقد. اي واحد اثنين ثلاثة، في اثنين زيادة انا شفتهم. ممكن هذولاك الاثنين هم اللي قتلوا الوحش وطلعوا. جميل، كيف الدب هذا مرة سريع؟
احس في اثنين دحين هذولاك اللي سبتهم يروحوا هيجي يقتلوني. احتاج رصاصات. اخيرا هذول انحرق. Burnt out hunters cannot be. هذا الدب حرق كل واحد. كيف تبغى انا اسوي لود دحين؟ نعرف انه مره سيء بس احتاج اروح الحمام واجي. مره سيء اللي سينا ما اطلع صوت. رجعنا اوكي في الوقت. سويت كل شيء على سبيد رن انا. ان شوت جن لا ما عندي شوت جن. اخ والله نفسي كانت اسلحتهم واغراضهم اللي تحت. بدور على الرصاصات. ميديوم امو ولا كويس زيادة. جميل. بس بتخلص منهم عشان لو حروح الساوث. طيب بطلع اجري بشرد ما يوقفونه اللي يسببوا لي ازمه. هذول الاغبياء يعني كانت عندهم اسلحه واغراض بس انحرقوا. بلايرز ساوث يا حبيبي. بط يعطي اكس بي وفلوس كثيره من تقتل الاشياء هذه. اقتل مويه.
كده لفة سريعة كده 360، بس شيء برتقالي اشوفه غير يديني. المفروض هنا عربية على ما اعتقد. يس هوم سويت هوم. مره تعجبني الرصاصات اللي فيها نار، شنو مره يعني ليش ما الناس يعني اكيد في ناس بيلعبوا ممتاز ضد وحوش ضربه واحده ويموتوا، غير طبعا الباس اللي هو الكونتراكت مره ممتاز حق النار. والناجانت اوفيسر ما هو النجانت العادي اللي تقدر تضرب ورا بعض ورا بعض ورا بعض بدون ما تسحب المطرقة. Very nice. Very nice indeed. طيب وبعدين لعبة عليك؟ لا اوكي تمام. حلوة اللعبة هذي كانت عجبتني. ما تضارب مع بلاير، بس قتلت ضربته من ورا طعنته من ورا طبعا زي الخواف. واللي في البداية هذولك احس لو اذا ضربت مع اللي في البداية كنت اموت. كانوا مظبطين، كانوا شخصين مع بعض. شوف ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو يا جماعة، لا تنسوا تعطونا لايك وسبسكرايب اذا تعجبوا الكونتنت حقنا الكونتنت. ان شاء الله اشوفكم في الحلقة الجاية من هانت شو داون او من العاب ثانية. بفكر اسوي انا كمان من بفكر العب كمان اسكيب فروم داركوف، بس نشوف. يلا مع السلامة.